ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل عجة البطاطس، اكلة خفيفة وحلوة للفطار، وممكن نقليها من بالليل ونخليها للصبح نفطر بيها، وممكن نتعشى بيها، بتبقى خفيفة على المعدة. نشوف مع بعض المقادير. عندنا بطاطس مهروسة متقشرة ومتقطعة مكعبات ومسلوقة وهنهرسها دلوقتي. معانا بقدونس مفروم وملح وفلفل، ومعانا بضاية، ومعانا دقيق، ومعانا ربع كوباية مرقة خضروات، مكعب مرقة خضروات في ربع كوباية مية. تعال نشوف هنعملها ازاي مع بعض. هننزل على البطاطس هنا بالمكونات بتاعتنا، البقدونس المفروم، وننزل بالملح والفلفل بتاعنا، ونبتدي نهرس فيهم. نهرسهم كويس جدا مع بعض. ننزل بقى هنا بشوية، بنص الكمية اللي عندنا من شوربة الخضروات، بتنكه كده البطاطس، ديها طعم حلو. نهرسها تاني مع بعض، بعد كده نركنها على جنب. نحضر بقى البيض بالبيضة، حطينا عليها فلفل اسود وملح، وبقية شوربة الخضروات اللي اتبقت معانا بدل ما نحط لبن. طبعا ممكن تعملوها فيجيتيريان او صيامي من غير بيض، تنزلوها في الدقيق على طول، تحطوا بابريكا بس على الدقيق وملح وفلفل، تنزلوا البطاطس في الدقيق على طول وتقلوها على طول، يبقى كده الوصفة صيامي. هنعمل اهو، نشكل، هنعمل قرص العجة بتاعنا اهو، ننزل بيه في البيض الاول، بعد كده ننزل في الدقيق، خلص الكمية بتاعتنا. شكلها اهو، ما كان سيبهم مسخنين زيت، ننزل بيها ايه بالزيت، ونسيبها لغاية ما تتحمر من الوش، كل وش تتحمر خالص على الآخر عشان ما تفكش معانا في الزيت ولا حاجة. طبعا أنا بحبها مقرمشة ومستوية زيادة، اللي عايز يخف عنها السوا يخف، بس أنا مطلعها هنا مقرمشة ومستوية زيادة عشان بحب القشرة تبقى مقرمشة. ده شكلها بعد ما طلعت معانا من الزيت، انا محمرة اهو مقرمشها بزيادة. طبعا وجبة حلوة قريبة لقلبي ومش مكلفة خالص، يعني كيلو بطاطس وبيضاية وشوية ملح وفلفل وحزمة بقدونس، وممكن ياكلوا منها 3 4 تنفار ويشبعوا بالهنا والشفا. يا رب الوصفة تعجبكم، جربوها، سهلة وبسيطة خالص. لو عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وخشوا على صفحتنا على الفيسبوك اسمها لا كوسينا، شوفوا المنيو بتاعتنا، تقدروا تعملوا اوردرات اكل شرقي بيتي. احنا شغالين طول ايام الاسبوع ما عدا الجمعة، ده رقمنا اهو، تقدروا تعملوا اوردرات على الواتساب او التليفون. بالهنا والشفا، يا رب الوصفة تعجبكم، أشوفكم على خير في وصفة جديدة. شكرا.